معي على الهاتف سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. سياده المحافظ اهلا بيك. اهلا بيك نشأت بيه، واهلا بالساده المشاهدين وتحياتنا للجميع. كل سنه وحضرتك طيب الاول، وكل شعب اسكندريه بمناسبه يعني اقتراب مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال كيف حال مسيره الانتخابات في يومها الاول، ويعني محافظ الاسكندريه من المحافظات العتيدة ولها تاريخ في الانتخابات، كيف تقيم سير العملية في يومها الأول؟ بداية يعني زي ما حضرتك قلت، اسكندرية من المحافظات الكبيرة والتقيلة، والمنافسة فيها بتبقى بين المرشحين منافسة قوية جدا. يعني لو قلت لك أنا عندي عدد 6 لجان عامة و1160 لجنة فرعية، وعندي عدد الناخبين 4,067,000 ناخب، فده عدد برضه كبير جدا. صحيح. استلزم مننا ان جهود غير عاديه من كل الجهات التنفيذيه، وبالاضافه للمنطقه الشماليه والامن كان محتاجين جهود برضه غير عاديه، لان اللجان منتشره في الاحياء الشعبيه ومنتشره في محافظه اسكندريه بالكامل. بدايه لازم نبقى عارفين برضه ان احنا بتجري عمليه الانتخابات في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا، وده استلزم ان يبقى في تنسيق مع وزارة الصحة ومع مديرية الصحة ان احنا نوفر كل ما يلزم للجان عشان حماية المواطن السكندري اثناء تردده على اللجنة الخاصة به، بداية من البوابات والتطهير والتعقيم وارتداء الكمامات غير مسموح نهائيا لاي حد يدخل اللجنة من غير كمامة، بالاضافه لتطهير الفناء نفسه بتاع اللي بيتواجد فيه المواطنين، بالحرص على التباعد بينهم وعلامات على الارض موجوده بالفعل في كل اللجان. فاستلزم الامر مننا جهد يعني مضاعف. والحقيقه طبعا كل لجنه في عربيه اسعاف موجوده، او لو في لجان متجمعه بيبقى في عربيه اسعاف مخصصة لمجموعة اللجان أو العدد من اللجان، عربية حماية مدنية، مندوب أو ممثل عن شركة الصرف الصحي وشركة المية وشركة الكهرباء لمتابعة أي سلبيات موجودة في اللجنة. بالإضافة إن إحنا عندنا في اسكندرية مش لجنة، مش غرفة عمليات واحدة فقط، لا إحنا عاملين الحقيقة 3 غرف. في غرفة رئيسية في ديوان عام المحافظة فيها ممثلين من كل الجهات، وفي غرفة في المنطقة الشمالية، وفي غرفة في مديرية الأمن. الغرف الثلاث دول في تبادل معلومات بينهم، في تواصل بينهم على مدار الساعة. أي مشاكل بتتلقاها أي غرفة من الغرف أو أي معوقات العملية الانتخابية بتتعامل معها فورا. طبعا مش عاوز أقول لك إن احنا يعني بدأ من 9 صباحا لغاية الساعة 3 مرور على اللجان في محافظة اسكندرية بنطمن. واحب اطمنك ان الحمد لله يعني لغايه دلوقتي مفيش مشاكل، مفيش معوقات. المنافسه شرسه بين المرشحين، والمنافسه شرسه بين مؤيدي المرشحين، لكن الحمد لله لغايه دلوقتي الامور ماشيه بهدوء وفي سلام. سيادة المحافظ، يعني الأحوال الجوية أليس لها تأثير على حضور الناخبين، أم أن الأحوال الجوية معتدلة ومستقرة في الإسكندرية الآن؟ إحنا والله أصدقائنا في الأرصاد الجوية دايما التنبؤات بتاعتهم بتبقى رائعة جدا، ويدونا الوقت يمكن مش عاوز أقول لك بالدقيقة أو الساعة وقت هطول الأمطار، ولكن يعني ربنا خيب ظنهم اليومين اللي فاتوا والحمد لله مرت على اسكندريه بخير. والنهارده كله لغايه الساعه 4:30 تقريبا كانت الامور الدنيا الجو مشمس والامور كويسه، ولكن بعد 4:30 بدا هطول امطار في منطقه الغرب اللي هي العجمي والهانوفيل والبطاش، وحدث تجمعات ميه ولكن بسيطه تم ازالتها فورا وتم تصريفها خلال نص ساعه، وما اثرتش ابدا على الحركه المروريه. فموضوع هطول الامطار والنواه النهارده يعني ليس له تاثير على العمليه الانتخابيه. نامل ان ربنا يوفق كده وما ينزلش مطر علينا بكره يعوق العمليه الانتخابيه.
خاصة ان الارصاد برضو انا بتابع معاهم كل ساعة، بلغنا ان ممكن بكرة هيبقى امطار من خفيفة الى متوسطة على مدار اليوم ومتقطعة، فان شاء الله احنا متابعين. ان شاء الله يا فندم. اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اتمنى لحضرتك وكل المسؤولين في اسكندرية التوفيق في إدارة هذه العملية وإزالة أي معوقات، وكما طمأننا سيادة المحافظ إن الأمور يعني في اسكندرية مستقرة والأحوال الجوية الحمد لله يعني أتاحت الفرصة الناس تدلي بصوتها. وهناك عجبني جدا من كلام سيادة المحافظ إنه هناك منافسة شديدة أو شرسة بين المرشحين ومنافسة بين أنصار المرشحين، يعني في انتخابات وأجواء انتخابات.